زهق واريافه عياط ودم متقطع خانقه ما يفكهاش غير عطسه صوت شخير يحسسك ان اللي نايم ده راجل كبير عنده يجي سبعين سنه مش طفل لسه بيتعلم الكلام الولد مناخيره مسدوده طب وإيه يعني؟ وهي دي كمان محتاجه طب ودكاتره اجري يا ابني هات لنا النقط اياها من 3 جنيه وربع بالصيدليه هتخليه زي الفل استنى استني يا ستي انت وهي تعالي أقولك على حاجه تعرفي ايه السبب ان مناخير ابنك او بنتك بتتسد؟ يعني ايه اللي جرى عشان تقومي من النوم تلاقيه مش عارف يتنفس بانتظام وعنده حاجات متكونه جوه انفه مسببه له تغير كامل في حياته. احنا بنتسبب في مشكله يفضل الطفل يعاني منها بسبب حاجه بسيطه ممكن كانت تنتهي بمجرد استشاره الطبيب. انسداد الانف حاله مرضيه لها اسباب ومسببات ومراحل تطور. وكمان ادويه وعلاجات طبيعيه، خصوصا انها بتربط اكثر من منطقه حساسه زي الجيوب الانفيه. يعني الحكايه مش سهله ان كل طفل مناخير في السد نقعد نجرب ونفنن فيه، عشان خاطري ادوا العيش لخبازه. اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها. في كل الظروف والاحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والالم والقبض. وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره من الإنسان. وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني. وأكون أخا لكل زميل في مهنتي الطبية. وأن تكون حياتي مصداق إيماني. سري وعلانيتي. نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس. والله على ما أقول شهيد. نحصل على افضل النتائج من الزراعه محتاجين يكون عندنا عظام فك صحيه وسليمه واهم من كده ان يكون عندنا لثه سليمه ساعات كتير نتيجه الالتهابات المتكرره في اللثه اللثه بتصاب بانحسار او انها بتكون ضعيفه يفضل ان احنا وقت الزراعه نكشف عند الطبيب الخاص بامراض اللثه عشان نتاكد ان اللثه سليمه لو اللثه عندنا فيها مشكله او ضعيفه ساعات كتير بنحتاج ان احنا ناخد رقعه لثويه برد والرشح وانسداد الانف لدى الاطفال قصه مرضيه متكرره تقريبا بشكل اسبوعي خاصه في مرحله تغيير الفصول وده امر طبيعي اللي مش طبيعي بقى الصراحه هو طريقه تعاملنا مع هذا النوع من المرض ايوه المرض بنهمله ونطنشه ونسيب الطفل يتوه مننا واحنا فاكرينه بيستعبط ولا عنده مشاكل في النوم, النوم النهارده ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عمرو جوده أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس هيكلمنا في المشكلة دي وهيعرفنا أسبابها ونتصرف فيها ازاي لأنها مشكلة بسيطة لكن ممكن يبقى لها عواقب مش كويسة اهلا أهل أهل دكتور عمرو اهلا بيك دكتور ايمن وشرف لي وجودي مع حضرتك بجد والله البرامج الجميله رحل. الممتعه اللي انا نفسي متابع ليها يعني الله يبارك فيك <applause> يا فندم واحنا طبعا موضوع مهم قوي بصراحه اللي هو انسداد الانف الاطفال ايوه كتير قوي تلاقي الام ابنها عيني بيتنفس بقه وسايباه مم. او عماله تجرب في ادويه وسايباه عندنا مشاكل كثير جدا لازم عارفين ان اللي بيتنفس من الانف بيشغل 25% بس من عضلات التنفس أوه. بينما لو بيتنفس من بقه بيشغل 75% يعني معناه ان ابن حضرتك وهو نايم كانه بيجري أوه. حتى تلاقي الام تقول لحضرتك ايه ده عمال يلف على السرير يعني مش عارف ينام وينام التعب ويقلق بالليل طيب انا لو سبته كده ده طفل غلبان لا م. مستريح في النوم ولا مستريح في الصحيان هيبتدي يقول لك وهو بيلعب رياضه مش قادر يبقى زي اصحابه اللي قادر يلعب كوره ولا سباحه ونفسه قصير حتى يبقى ما أص... من النوم نفسه خالص مم. طيب نقص الاكسجين للاسف بيأثر مش بس على النمو والذكاء لا في معدلات ذكاء في الاطفال اللي بتتساب نفس مقها اقل من معدلات الذكاء في الاطفال الثانيه في مشكله كمان التحصيل الدراسي لقوا بالذات في الحاجات اللي محتاجه عمليات حسابيه زي الماث مثلا فيزيكس الطفل اللي عنده نقص في الاكسجين للاسف عنده الاتنشن بتاعه او التركيز قليل تلاقيه تقول لك ما بيلحقش يقعد ما بيفرك يقوم مم. مش قادر يكمل المذاكره بتاعه مش يركز السكورز بتاعته قليله جدا مم. طيب نيجي مشكله ثانيه نيجي الطفل بيتنفس من بقه العضلات ماسكه اللي فك اللي تحت اللي بينمو الفك اللي فوق واللي فك اللي تحت للاسف مش عارف ينمو يعني. لقوا الطفل بعد ست شهور لسنه يبتدي يحصل فرق ما بين الفك اللي فوق تحت مم. انا حتى ساعات الام تدخل عليا في العياده الاقي الطفل فاتح بقه والاقي اسنانه للاسف ده طالع لقدام وده راجع لورا بالظبط في ريسيدنج لور جو كده لور جو راجع لورا او ريتروجناتيا وتبتدي الام تقول لك ده ابتدى اسنانه للاسف بقى شكلها مش حلو وللاسف لو سابت ابنها لما يكبر شويه هيبتدي يطلب تقويم سنان طيب جينا نعمل تقويم السنه بتاع دكتور السنان الكويس هيقول لها ما ينفعش اعمل تقويم السنه لما يتنفس منين؟ من الانف لان لو تعمل هيقفشل هيفشل تماما. تمام. فابتدى يحصل مشاكل مش بس نمو عقلاني نمو جسماني ده سوشيال مش عارف يلعب ولا يحقق سكورز في المدرسه الفريق ما حدش بياخده معاه فابتدى ياثر على نفسيته ابتدى يحصل له ودرول ابتدى ما بينجزش حاسس بيبتدى بيبعد. أوه. طيب مشاكل كتيره جدا ساعات يبتدي تهويه الاذن تقل. فيتكون ميه سائل ورا الطبله, الطبلة ويبتدي السمع, السمع يقل آه. الام تقول اصله بيطنشني يا ست الكل ما فيش ابن بيطنش والدته الا لو بيلعب في حاجه طبعا أوه. لكن لو انا على طول محتاج اعلي صوتي يبقى اكيد الطفل عنده مشكله ودي برضو معلومه بنوصلها لما يكون ابني عنده ميه ورا الطبله ما هوش مرض غالبا في حاجه قافله الانف أو خلف وقفلة ما خلف الأنف فأدت إن تهوية قناة ستاكس للأسف بقت ضعيفة فحصل الضغط السلبي والإيه؟ والميه اللي ورا الطبل. الميه اللي الطبله آه. أنا عايز أسأل كمان مم. على الأكل. آه بالظبط. برضه الحكاية ديت أنا كنت دكتور أطفال آه. وبلاحظ إن الأولاد دولت هو بيتنفس من بقه آه. فهتيجي تأكله من بقه ما هو آه. مناخيره مسدودة حضرتك جبت مشكلة على الجرح فعلاً. آه. إحنا عندنا كذا سن، السن اللي مثلاً من ست شهور لسنة. غلبان جدا فعلا لا عارف ياكل ولا يشرب لمناخيره مسدوده ايوه فرافض الاكل فوزنه بيقل مم. الطفل الاعلى من كده برضه تقول لك ده اكلته بسيطه جدا فابتدى ما بياخدش لا بياخد في السن الصغير ما يكفيه من التغذيه للنمو ولا بياخد في السن الاكبر شويه ما المشاط. يكفيه بالظبط آه. فتلاقيه آه. دايما الطفل ده دا عنده وخم وتعبان وما يعني مفقود آه. تماما للاسف الطبيعي آه. النمو النمو طب آه. طيب ايه الاسباب يعني نفسر كده الاسباب آه. بمراحل العمر بتاع الطفل <applause> لو هناخد كده من سن الصغير قوي هبتدي كده اقول من زيرو لست شهور مشهور قوي دلوقتي للاسف الشديد حساسيه الانف الاطفال آه. ودي بنغفل عنها جدا نلاقي الطفل مناخيره مسدوده آه بيعطس كتير بيرشح مناخيره سايبه على طول آه للاسف انتشر التدخين قوي في البيوت آه. ابتدى مش اب بس ساعات أمه مدخنه آه. لقينا ان سجارة واحده بتتدخن هنا في الاوضه دي تفضل 30 يوم عامله حساسيه لابني <متحدث> فعشان كده أول خطوة لازم أبعد سبب الحساسية، بسأل لو في مدخن بعد إذنكم ما دخن في البيت. ده <متحدث> احتياطات التدخين مش بس في البيت بيتقال ما تدخنش في العربية، ده لو أنت خارج وابنك هينام وهتشيله على كتفك لو سمحت يبقى معاك زي فوطة تتحط ما يشمش حتى ريحة هدومك هدومك مليانة دخان <متحدث> بالظبط. <متحدث> الحاجة التانية منتشرة حالياً تربية القطط والكلاب في البيت. <متحدث> البروتينات اللي على شعرهم لو القطة والكلب مسحت في البيت بتفضل ست شهور عاملة حساسية للطفل لان تلاقي الاب والأم يعين تقول ابني على طول ومناخيره سايبه وبيعطس وبيرشح وعمال اديله في ادويه وما بيتحسنش أصلا انا بشبهها بحسية الاكل بقولها لو ابنك كل فراوله جسم ورم هو العيب مش فراوله هو عنده حساسيه من الفراوله هديله علاج يومين وما فراوله لكن لما اكون انا بدخن في البيت والدخان ده بيدخل جوه مناخيره يقفل الغشاء المخاطي يورم ومناخيره تتسد يبقى انا اللي فانا مهما ادي ادويه من هنا لبكره الصبح لو سمحتي لازم نوقف سبب الحساسيه الناس مش قويه يا دكتور عمرو بأن, آه. بان سبب الحساسيه بيفضل موجود الشهور الطويله اللي بتقولها دي ده ده في مشكله بقى دكتور ايمن كمان احنا الحساسيه عالميا نسبتها 35% حساسيه الانف اه احنا في مصر حدث ولا حرك احنا التلوث عالي اكتر عادم العربيات حبوب اللقاح اكتر من الغرب طبعا طبعا آه. جدا انا كل يوم في العاده يجي لك طفل عنده يعني حساسيه ومش عارف ايه فانا الحساسيه في البيت طب الحساسيه اللي بره <applause> عندنا موسم الحساسية بتاع كل سنة من شهر 10 لشهر 3 ده، والسنة دي زادت جدا مع بالذات مع التراب والرياح اللي بتشيل حبوب لقاح وتلوث جامد تلاقي الطفل عيني مناخيره مسدودة. المناخير لما بتسد بالحسية مش بتأثر على المناخير بس، أنا دايماً بقول لأم إيه؟ ابنك بيتنفس من 2 مللي يمين 2 مللي شمال، هي مناخير صغيرة. لما المناخير تورم بالحساسية هيبتدي قناة ستقفل تقفل، جاله ماية رطبة. هيبتدي بتنفس من بقه طب مناخيرنا كانت عاملة زي فلاتر بتنقي الهوا من التراب من البكتيريا من الفيروسات لا كل داخل من بقه على صدره التكرار التهابات في صدره. يبتدي 40% من الاطفال دول بيبقى عندهم حساسيه في الانف لا ده كمان في صدرهم وعمال ياخد نيبولايزر وجلسات وكتير قوي من الاطفال دول مجرد ان يتحسن حاسيه الانف يبتدي كمان حسيت صدر ايه؟ تتحسن جدا معاها فاحنا في لازم ابروتش احنا وحضراتكم في الاطفال لازم احنا بنعالج فوق وحضرتك بتعالج حسيت الصدر بحيث نوصل للطفل ان الكواليتي اوف لايف بتاعته تبقى كويسه. الحياه. وحسيت المناخير علاجها بسيط جدا اقول الأم احنا بس لو نغسل مناخير الطفل بمحلول ملح عادي باي حاجه من من ميه البحر الموجوده كتير ده هي كل ما بغسل الانجن أو ما بيصحى الصبح أو ما يرجع من الحضانه او بيرجع من التمرين قبل ما ينام بالليل أوه. لو خرجنا في النادي حبوب لقاح لو قعدنا نتغدى في حته فبغسل كان... المؤثر آه. المؤثر اللي بي... بيخلي الحساسيه مستمره زي الطفل هقول له ما تاكلش فراوله عشان ما حساسيه ده هقول له اغسلي مناخيره من الانشن الام تقول لي طب اغسل مناخيره قد ايه؟ هقول لها اصل احنا عندنا نوعين من الحساسيه في حساسيه موسميه طفل بيتعب ثلاث شهور في السنه فخلاص انا بغسل ثلاث شهور بعد ثلاث شهور هوقف لو الاعراض رجعت تاني يبقى للاسف الطفل برينيا الالرجي الحساسيه بتاعت طول السنه أوه. استمري طول السنه اغسل طيب الحاجة التانية استخدام البخاخات الموضوعية ابتدى خلاص كل الكل الكلام الجديد دلوقتي ان عندنا بخاخات موضعيه هي عباره عن كورتيزون كان زمان بخات الكورتيزون في منها تركيبات بتروح 50% خمس... على الدم وكانت المشكله في الاطفال النمو معدلات النمو وكانت المشكله في الكبار تكوين ميه بيضة في العين مم. او الجلوكوما الميه الزرقاء ابتدى يحدثوا، ابتدى يبقى شوية بخاخات تمتص 35%، 15%، دلوقتي في بخاخات للأطفال تمتص 0.05، 5, 5 في الألف، ده يعني إيه؟ يعني ملهاش أي أوه. تأثير، واتعمل 2016 ميتا أناليسيز، بحث على مستوى العالم كله، جمع كل الأطفال اللي بيستخدموا، لقوا إن مفيش أي تأثير على نمو الطفل اللي بيستخدم بخاخات، بالعكس احنا خدنا كواليتي اوف تاني الطفل نفس مناكيره احسن من البخاخه تمنع رياكشن فتمنع تضخم الغشاء المخاطي نسبه اكسجين اعلى فحياه افضل لمين للطفل, للطفل نفسه طبعا بيقابلنا ريزيستنس وحضرتك عارف طبعا يقول لك كورتيزون يا دكتور كورتيزون ويتعود عليه بقيت عمره <applause> ويقول و... يا جماعه الابحاث بتقول لك احنا نزلنا لسن سنتين ومسموح من اول سن سنه أي. تمام لان انا الاوبشن الثاني ان انا اسيب الطفل عيني عمال بياخد في ادويه كان قبل كده الجايد لاينز القديمه يقول لك احنا نبتدي بمضادات هيستامين ويمشي عليها فترات طب انا مضادات هيستامين ساعات في الاطفال تعمل ارتجاع في الحم بتاع المعده طب انا دلوقتي لو انا عندي حاجه موضوعية وبحطها في الانف وبتديني النتيجه اللي انا عايزها وبتحقق لي اعلى معدلات امان من غير ما اخد اقراص ولا شرب ولا حاجه طمع. يبقى طمع. انا استفدت. طيب, طيب. إيه في اسباب تانية غير الحساسيه لانسداد الأنف بالظبط بيه الحاجه الثانيه بقى لو انا ابني اديته علاجات للحساسيه والرشح والانسداد ما فتحش مم. أكتر من اسبوعين لازم افكر في ميكانيكال او حاجه قافله الانف يا خلف الانف. اشهر حاجه من بعد ست شهور تكوين لحميه خلف الانف. اللحميه. اللحمية هو عبارة عن إيه؟ كل الأطفال بيتولدوا عندهم غشاء لمفاوي في خلف الأنف الغشاء الليمفاوي النيزو فرنج تونس له رول في المناعة طيب لو النيزو فرنج تونس الغشاء الليمفاوي تضخم هو نيته حلوة يعمل مناعة مم. أنا حتى بقول للأب والأم هو منعت ابنك كويسة هي بتعمل خدمة بس جابتها بالعكس تمام <applause> آه. لما تضخمت قفلت المناخير من ورا آه. الطفل ابتدى يتنفس من بقه آه. فبقول لاي ام او اب لو ابنك خد اي علاجات وللاسف بقاله اكتر من اسبوعين بيتنفس بقه يبقى احتمال اللحميه هنا لازم ينط في اذهاننا كلنا طبعا. اللحميه هنا ما بنقدرش كدكاتره انف اذن اشوفها بعيني الا لو دخلت من من الانف آه. وعش وعندنا مناظير الاطفال طبعا سمكه 2.7 من عشرة بس عشان طفل يساعدني محتاج طفل فوق خمس سنين آه. ودي معظم اللحميه بتيجي من ست شهور سنه في اطفال صغيرين صعبه فابسط حاجه فيري سيمبل اني بعمل اكس راي اشعه عاديه لقطه بسيطه ما تاخدش دقيقه بتورينا حجم اللحميه خلف الانف مم. ولو لقينا الحجم ده معدي 80% يبقى لازم استأصل هذه اللحميه. تيجي بقى المشكله ده لسه صغير سنه، ده دكتور حرام عليك انت ولا يقول لك ت... ترجع تاني بالظبط اه فبقول له احنا دلوقتي للاسف الشديد انا لو سبته من سن سنه بيتنفس من بقه نمو الفك نمو العظيم. العقلاني نمو الذكاء الميه الطبلة حصيه الست انا عماله بهدل في ابني شكل الوش شكل الوش و... بالظبط المشهور جدا نويت فيشز فقد اللغه التعبيريه بتاعت وشه وبقى الدنيا مش ظريفه خالص وطفل انا بعذبه وبعدين بقول لها هو في امراض في الطب ده سنها ما في طفل يعني بيتولد بعيب خلقي فاحنا لازم نعملها طيب هنعملها ازاي؟ في ادفانس جامد جدا دلوقتي بقت بتتعمل بالمنظار هي اه عمليه بين كلي ما بتاخدش معانا الحمد لله خمسة 45 دقيقه بالظبط من ساعه ما بيدخل ياخد التخدير شغلنا للافاقه بتاعتها العين بيخ بيخرج في نفس اليوم شغلنا كله بالمنظار ما, ما, ما هواش زي زمان. طيب آه كلمه ترجع اه احنا في فرق ما بين اللحميه واللوس اللحميه هو غشاء لمفاوي ليس له غلاف. أيوة. بينما اللوز هو غشاء لينفوي له غلاف فبتشيلها مش هترجع تاني بالظبط فاللوز لو اتشالت ما بترجعش لكن اللحميه لو اتعملت مع اي حد مننا في احتمال ترجع اه في احتمال ترجع كنا عملنا سنين طبيعيه بالظبط حضرتك سنين ده. نمو ومهمه اه يبقى آه. احنا طب انا لما اجي اقول نسبه رجوع 2% نسبه آه. قليله قوي و2 آه. في الالف بعد سن سنتين طيب النسبه ده هيت في مقابل ان 98% من الاطفال بيتنفسوا كويس وبيعيشوا كويس وال2% لو رجعت اضطر نعملهم دي نسبه بسيطه جدا ايه لا أي تذكر أي أي فدي من الحاجات بصراحه ان احنا عايزين نغير ثقافتنا فيها شويه ايوه فندم طيب احنا اتكلمنا على مم العلاج واتكلمنا طمنا الناس من ناحيه الكورتيزونات تمام واتكلمنا على اللحميه تمام طيب ايه اه اه النصايح النصايح اه اللي دايما نفكر الام بيها اه وانها تشك ان عندي مشكله اه دائمه في الانف مش مجرد شويه برد التفرقه مهمه جدا آه ما بين شويه برد هياخدوا يومين ثلاثه ويروحوا وان ده شيء مزمن محتاج الطبيب تروح للطبيب ويشتغل عليه احنا طبعا اهم حاجه ان اي اعراض مستمره بتعدي 10 او اسبوعين ناخدها بعين الحذر مم. كتير جدا من الاهالي يقول لك ابني عنده جيوب انفيه وخلاص يا يعني جماعه الجيوب الانفيه في الاطفال بتبتدي من سن خمس سنين سبع سنين لسه بتنمو وبتكبر طيب ايه تاني بيقابلني في اطفال مهم جدا ساعات الطفل يقع وتحصل خبطه والحاجز الانفي يتعوج كنا زمان يقول لك سيب الطفل ما تعملوش عمليه الحاجز الانفي سيبه يتنفس من بقه الغلبان ده لغايه سن 14 سنه في البنات او 16 سنه في وعملو الولاد وعملوا العمليه عشان نعمله العمليه اه اتعملت احصائيات لقينا الطفل بيتساب لغايه سن 14 او 16 سنه عشان له عمليه تقويم الحاجز الانفي للاسف الشديد بيأثر على كل حاجه في حياته. أوه. طيب لما عملوا بحث شوية وده الفرق مع دخول المنظار لقوا لو أنا دخلت دخلت في سن ده الحاجز أنا معه كان زمان نرفع غشاء مخاط يمين وشمال ونشيل الغضروف كله <applause> كان الغضروف ده هو المسؤول عن نمو الأنف ففعلا كان يقولك لك سيبه لغاية سن 16 سنة طب دلوقتي لو انا دخلت بالمنظار المنظار وجيت سي مثلا عندي جزء بس أنجل زي كده هي المعوبة وشلت الزاوية دي ورجعت حتة الغضروف ده قدام ده استعدلته وفتحت سكة النفس صح <applause> لو انا دخلت بالمنظار وحافظت على مراكز نمو الانف في مراكز في العظم من ورا هي المسؤوله عن نمو الحجز الانف والانف وحافظت عليها يبقى انا كسبت حاجه مهمه قوي اديته نفس كويس من سنه صغير ما استنتش لغايه لما يكبر ده كمان الجديد خلاص ساعات طفل عيني كان لسه عندي طفل عمره سبع سنين اتخبط خبطه جامده في مناخيره وهو عمره اربع سنين فبيتنفس من بقه الثقافه للاسف اللي مش صح سيبه لغايه سن 16 سنه الطفل لما جه يدخل المدرسه على سن ست سنين ابتدى مناخيره معوجه من بره شكل وحش جدا ابتدى نفسيا بيرفض المدرسه ومش عايز يروح عشان الشكل وحش بيتريقوا عليه بيتريقوا عليه للاسف شديد اصحابه طفل جميل جدا يعني معايا لو مره في اي وقت بوريكم الفيديو والصوره بتاعته فعلا يعني ولد جميل وجاي لي من المنيا حتى ريفيرد ولد عسل قوي فالمهم احنا تجميل الانف ايفن في السن ده بقى اللي نعملها مجرد ان دخلت اوضه العمليات صلحت الحاجز الانفي استعدلت الانف المبرد اللي عملته تجميل الانف برضه احنا في تجميل الانف عندنا تكات في السن الصغير نحافظ على مركز النوم كسبت حاجتين يعني لو حاج تشوف يعني فرحه الطفل انا طبع. فرحان اكتر منه طبع. انه بيتنفس وانه شكله حلو والثقه اللي رجعت له بدل ما الله كنا بنسيبه يعني متدمر لغايه سن 16 سنه شكل وحش ونفس وحش فقصه بتفرق سما من الارض فعلا فين؟ في الاطفال. الطب أه يا دكتور طبعا بيتقدم كل يوم وبيقدم لنا امل ويقدم لنا هدايا يعني. اه لأتصل. طيب حضرتك جبت لنا سيره أه. البخاخات ونقط أه. الانف الكورتيزون وان احنا ما نخافش من الاثار الجانبيه من الانواع الحديثه. تمام. طيب ال النقط العاديه بقى. النقط اه النقط اللي هي مضاده بس. للاحتقان أه. والاسراف فيها. تزعط. سواء في الاطفال او في الكبار يعني برضه كلمنا عليها آه احنا بنحتاجها امتى ونحتاجها آه لمده قد ايه آه وامتى لازم نوقفها نقطه مهمه قوي فعلا النقط اللي هي للاحتقانات القلب او اللي هي قابضه الاوعيه الدمويه فبتكشش غشاء المخاطي فبتفتح الانف, <applause> الأنف. أي احنا ما بنحبش نستخدمها اكتر من 3 ايام ل ايام بكتير جدا في نزلات البرد الحاده الطفل عنده سخنية وعنده احتقان ومش عارف يتنفس من مناخيره متضايق جدا فهقدر اديها له يعني ثلاث ايام بكتير قبل النوم او مضطر اثناء اليوم مره ثانيه او ثالثه بكثير قوي بس السكه يعني لان في مشكله اللي هي متحط النقط الاوعيه الدمويه بتنقبض فالغشاء المخاطي بيكش مم. اول ما بيروح المفعول يبتدي الاوعيه الدمويه تفتح الغشاء المخاطي يبتدي يفرد تاني بس الاوعيه الدمويه لما بتفتح للاسف يبتدي يطلع منها سوائل تحت الغشاء المخاطي لو كترنا على خمس ايام يبتدي الغشاء المخاطي ده يتضخم مم. ويعمل انسداد مزمن ايوه طيب بيبتدي الطفل الاول او الشخص اللي بيحطها يتعود عليها ويبتدي يقول كنت بحط نقطه في الاول الدنيا جميله بعد شويه نقطتين بعد كده بحط القطرة كلها ما بتجيبش نتيجه الغشاء المخاطي بقى ورم بقى قافل مناخيره وساعات نضطر ندخل نعمل عمليه زي كي للغضاريف عشان اكششها تاني او اعمل استئصال جزئي ليها لو كان عدى عليها ست شهور وتليفت عشان اقدر اطلع في مشكله اكبر مشكله كبيره جدا جدا وعشان كده هو استخدامها بحذر جدا جدا, جداً فين؟ في السن صغير النقطة الثانية برضو بتهمني في مستاد الأنف برضو اللي هو السليب أبنية أو انقطاع النفس أثناء النوم no. في السن الصغير oh. ساعات أم تقول لك أنا ابني عملي شخر ونايم بالليل فاتح بقه بيتنفس منه وعملت أشعة لحمية مفيش لحمية جميل جدا مناخيره مفيش فيها حساسية mm. نيجي نفتح بقه نلاقي ان اللوز حجمها كبير جدا بسميها كيسنج تونسلز تونس بقى خلاص لوز بقت حجمها كبير لدرجه بقوا مقابلين بعض oh. بالظبط oh. كده احنا الامريكان جايد لاينز 2011 قالت لك ان اهم سببين اشيل فيهم اللوز يا اما تكرار التهابات حاده تخلي الطفل يغيب من المدرسه او الحاجه الثانيه انقطاع النفس اثناء النوم اه وعملوا ابديت للجايد لاينز دهيت في شهر 2 اللي فات 2 2019 وبرده اصروا على حاجه مهمه قوي لو انقطاع النفس اثناء النوم ان الام تيجي طفل ابص الاقي اللوز كبيره جدا اقول لها اللوس دي للاسف عامله له اختناق اثناء النوم ولازم نشيلها تقول لي بس هي ما التهبتش ولا مره دكتور او التهبت من زمان اقول لها انا ممكن لو الطفل تلتهب ثلاثة او اربع مرات في السنه وانت خايفه تعمليها ما عنديش مشكله لكن انا اسيب طفل بيتنفس وبيشخر من بقه والاكسجين قليل يبقى انا باذيه اه طبعا كمان حطوا في الابديت ده ان احنا نعمل البوليسومنوجرافي او معمل النوم للاطفال للتاكد ان هي السبب الاساسي لعامل انقطاع النفس اثناء النوم يا يا دكتور لو آه. معاها سمنه اه ما دي نقطه بقى مهمة. احنا حلقه هنا أيوة. عن السمنه و... في الاطفال وبقت منتشره جدا جتن. وحاليا هوب عاملين آه. 100 مليون صحه آه. بنزور المدارس جديد. وبنوزنهم وبنشوف أيوة. موضوع السمنه عشان نحاول نقضي عليه قضيه مهمه قوي كمان سمنه معاه كمان؟ كتير جدا اطفال تبول لا ارادي اه وزنه زياده بيتنفس من بقه اكسجين قليل فللاسف احساس النفس. المسانه بالبتاع ده يبتدي يبقى قليل فيحصل تبول لا ارادي النايت مير ساعات الاطفال بيطلعوا بكوابيس حب على كوابيس شديده جدا آيه. فهي كواليتي اوف لايف الام مش واخده بالها انا دايما حتى لما تيجي ام خايفه وساعات الاب يبقى خايف اكتر يقول له اصل ابني طب انت بنتك عملت لها اشمعنى ابنك خايف عليه آيه. تمام <applause> <applause> فبقول له بص انت لو عايز تاخد القرار تبقى مستريح اقفل مناخيرك من مشبك كده عشان تحس ابنك حاسس ازاي ولو قدرت تستحمل كام يوم لك يعني جايزه نوبل زي ما بيقولوا وانا مستعد انا معاك في اي حاجه لكن هي محتاجين نغير الثقافة حضرتك قلت يعني طفل بتنفس بقه دي ما ينفعش تسابيه كلها مشاكل مهمة دكتور عمرو حضرتك نبهتنا ليها ولازم تمام. نعرف ان كل آه. الحاجات دي لازم نزور الطبيب ويدينا الاختيارات واي قرار ياخده الطبيب معانا لازم آه. ننفذه الاطفال دي لازم تنمو بشكل مظبوط لازم تتنفس بشكل مظبوط لان تمام. كلها مضاعفات احنا في غنى عنها مشاكل جدا دكتور عمرو شرفتني ان شاء الله نشوفك تاني. تاني في البرنامج ان شاء الله آه عرفتوا حضراتكم انسداد الانف مرض وشفتوا مخاطره اللي ممكن توصلنا لفين شرحنا لكم العلاج وطرق الوقايه وكافه التفاصيل خاصه بالموضوع يا ريت بقى عشان خاطري نردم على الوصفات بتاعتنا ديت اللي تورثناها بدون سنة طبي نهائي غير عباره زمان كانوا بيعملوا كذا زمان كانوا بيعملوا الحاجات دي عشان ما كانش عندهم تقدم طبي زي اللي حاصل النهارده دي كانت فقره انسداد الانف ومضاعفاتها في الاطفال لسه معانا فقرات تانية انتظرونا عبارة أنت محتاج عملية في العمود الفقري من العبارات اللي بترهب وساعات بترعب بعض المرضى هم وأسرهم بتخليهم يفكروا في ألف حاجة وحاجة وكان لحد وقت قريب المريض وأسرته بيرفضوا إجراء العملية نظرا لمخاطرها ويقولوا لا إحنا هنمشي بالعلاج أفضل بس طبعا الكلام ده اتغير دلوقتي مع ابتكار طرق حديثة عالمية لإجراء عمليات العمود الفقري برحب كالمعتاد بالاستاذ الدكتور يسري الحميلي استاذ المخ والاعصاب والعمود الفقري في طب قصر العيني اهلا دكتور يسري اهلا بك وحشتنا الله يحفظك زي الحال الحقيقه موضوع المخاوف والخوف ده تراث قديم في العمود الفقري وعملياته راي حضرتك الى اين يعني هل هل الموضوع ده قرب ينتهي ولا لسه موجود لا وللاسف موجود وبصوره كبيره جدا يا <applause> الحقيقة آه. وعلى كل المستويات آه. وكل الثقافات لكن هنا بقى بنقول إن الخوف ده أنواع خوف مبرر وخوف غير مبرر بمعنى إن في خوف بيبقى المريض له الحق أنه يخاف وعند الجزئية دي برضه خوفه ده يجب أن يدفعه إلى اختيار الجراح اللي هيعمل عنده العملية بشكل دقيق جدا والمكان اللي هيعمل فيه العملية وبنطمن الناس إن إحنا النهارده في الوقت الحاضر عندنا كل التقنيات الموجودة في أعظم وأرقى الدول الع... على مستوى العالم أي. كل التقنيات بمعنى كل التقنيات م. يعني بنعمل عملية أنا شخصيا بشتغل هنا وبشتغل في أوروبا م. عملياتي هنا ما فيش أي فرق عن اللي بعمله في أوروبا كل شيء حتى القطن اللي بننشف بيه في أثناء العملية اللي هو القطن الطبي اللي بنستخدمه للتنشيف أو لتكفيف الجرح في اثناء العمليه، الماده اللي بنغسل بيها، المواد اللي بنستخدمها في كي الاوعيه الدمويه، تجفيف النزيف، كل ده هو نفس الموجود والمتبع بره بكل تقنياته الحديثه. الخوف الغير مبرر هو ان المريض يبقى قاعد مرعوب وعنده مشكله في العمود الفقري وعماله بتتفاقم وليس لها حل الا العمليه ثم يدفعه الخوف الى يقعد يستنى ويستنى ويتراخى لحد ما تحصل له مضاعفات جثيمه جدا، كانت الناس زمان بتخاف تعمل العمليات دي لضيق ذات اليد، ما كانش فيه التقنيات، ما كانش فيه الاساليب الحديثه، ما كانش فيه الامكانات الحديثه اللي تخلي الجراح يدخل يعمل عمليه وهو متمكن تماما من الاعيان بتاعه ده داخل سليم وهيطلع سليم، فكان بيستنى عليه لحد ما تحصل له كل المضاعفات ويخش ما هي خابت يا يصفيق. حاجه تانية يصفيق. فهو بيستنى لما تبقى حاجه تانية عشان ما يبقى يعني اللوم عليه او النتائج اللي طالع بيها ما انت داخل بنتيجه داخل بمريض اثنين من عشره هتطلع بمريض واحد من عشره مش هيبقى فيه فرق كبير لكن لو داخل بمريض عشره من عشره وطلعت ب 8 من عشره هنا هيبقى في مشكله كبيره جدا بس هو بالتفكير المنطقي الانتظار هيضاعف المشكله يوم يزيد فرص المضاعفات الحقيقه ده التفكير المنطقي لكن الناس برضو عندها خوف مبرر من حاجه، مم. عمليات العمود الفقري للاسف ليست حكر على المحترفين والاساتذه مم. والناس المتمكنين، في ناس كتير جدا بتلعب في المنطقه دي مم. وللاسف في ناس كتير جدا بتلعب وكذا في كذا تخصص بالظبط وبدون ما يبقى هو مؤهل لا هو ولا المكان اللي بيشتغل فيه مم. انه يعمل الكلام ده، فافرض ان انت بتشوف في مجتمعك عشر عيانين عاملين عمليات عمود فقري. مم. في ثمانية منهم العملية ناجحة تماما وهم ماشيين في الشارع أنت لن تستطيع أن تفرق بينه وبين أي مريض عادي لأن عمليته نجحت هو ماشي طبيعي لكن لو في واحد بيمشي زك بيمشي يعرج عنده شلل في إيد أو في رجل هيبان في وسط المجتمع وهيبقى صورة بتمثل مسيئة للجراحة هذا التخصص آه. طبعا مسيئة للجراحة بشكل كبير طيب أنا ملاحظ أن الخوف برضو بيختلف لو المشكله وبالذات الغضاريف المنزلقه ومشاكلها من الرقبه للظهر. دايما الناس اي حاجه لها علاقه بالرقبه فيها رعب اكثر. الحقيقه ده برضو موجود ولا يزال موجود م. وعلى كل المستويات والثقافات وده السبب فيه برضه في جزء مبرر ان عمليات الغضروف العنقي هي اكثر دقه ومشاكلها لما بتحصل بتبقى مضاعفاتها جثيمه عن عمليات الانزلاق الغضروف القطني لان احنا هنا بنتعامل مع الحبل الشوكي العصبي مباشره. طبعا. لكن في الغضروف القطني بنتعامل مع احبال عصبيه قد تكون قابله للتجدد لو حصل فيها حاجه ضغط او 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 طبعا. ولكن أنا هنا هو بشتغل في الحبل الشوكي نفسه. بالضبط ضغط على الحبل الشوكي مم. اللي هو مجمع لكذا عصب مش عصب واحد يعني يعني تقريبا الرقبة دي بتتحكم في كل أعصاب الجسم اللي تحتها عندنا مثال يا دكتور يسري لبعض العمليات وصورها آه. عايزك تطمن الناس إن العمليات دي بتتعمل بكفاءة وأن بدون مضاعفات الحمد لله أولهم قدامنا هنا بقى إحنا عندنا حاجة صعبة جدا هي ورم في داخل الفقرات العنقية, العنقية. آه. أعتقد إن مفيش أصعب من كده وده شكل الورم اللي واكل الفقرة وده باين أهو الناس مش هتصدق ان ده بيتعمل بفتحه صغيره جدا بالميكروسكوب بعد العمليه ما بيبقاش فيه غرز حتى ميكروسكوب الجراحي بالظبط بندخل نشيل الجزء المريض من الفقره زي ما احنا شايفين كده ونشيل الضغط من على الحبل الشوكي ونحط بقى بديل البديل ده ممكن يبقى عظم صناعي ممكن أيوه. يبقى فقره صناعيه ممكن يبقى غضروف صناعي على مستويين أي. ممكن نحط شريحه نثبت ما عدناش حتى دلوقتي بنحتاج نستخدم شرائح. الشرائح لان ده اسلوب يمكن قديم شويه آه بقى فيه حاجات احدث بتبقى بديل للفقره أي. بنحطها بدون ان نستخدم شرائح ودي بقى بتسمح للمريض انه يطلع من العمليات حتى ما بيحتاجش يلبس الرقبه الكولر مجرد ما بيفوق من البنج بيقف يمشي ويتحرك يبقى احنا عملنا عمليه كبيره جدا جدا آه مشاكلها كانت كتير قوي قوي حتى ما نقلناش دم من المريض ده ما انه يقعد في العمليه اكثر من ساعه زمن وطلعنا بالنتيجه الهائله حاجه تدعو الاطمئنان خالص اه يعني. طبعا آه في ناس بقى تقول ايه هو ينفع اعمل عمليه كبيره زي دي بالمنظار او بالميكروسكوب آه ازاي يعني مم. معتقدين تماما ان الميكروسكوب بقول اه هو فا... اصلا ما ينفعش مم. لا ينفع النهارده انت لو انت واحد ودايما بقول بتعرف تركب طياره وتسوق طياره مم. هل انت مش هتبقى بتعرف تسوق عربيه الجراح اللي بيقدر يشتغل بالميكروسكوب والمنظار يستطيع يشتغل. بكفاءه عاليه جدا مم. ان يجري الجراحه العاديه تقليدي. طب هو ليه اختار مم. انه يعمل عمليه غير تقليديه لانه بيحترم مريضه اكثر مما مم. يجب ان يح... يعني مش عايز اقول اكثر مما يجب اكتر بكتير جدا من اللي المريض معتقده هو بيحترم كمان تخصصه بيحترم حفاظه على المريض ده بعد العمليه ان المريض ده يطلع يشتغل يطلع يعيش حياته ما انا مش هعمل له عمليه عشان اركنه آه يقعد من آه وظيفته وشغله آه آه لا ده ده انا محتاجه ينزل وفي غضون اسابيع قليله بل ممكن في ايام طيب عندي مثال تاني الغضروف بقى اللي في الرقبه آه لان هو ده برضو احد الحاجات اللي فيها مخاوف برضه الغضروف العنقي وده اللي الناس كلها بتخاف منه ويمكن مشكله الغضروف العنقي بتجينا دايما متاخره دايما المريض في الاول ما بيبقاش عنده شكاوى غير شويه الام او تنميل في الايدين وجع في الرقبه ويعمل اشعه يبان غضروف يقول انا هعمل عمليه ليه؟ ما استنى لما يبقى فيه مشكله النهارده احنا بنعمل عملية دي بتقنيات ب... حديثه بدري. جدا آه بنخش نشيل الغضروف ونحط بديل بقى ممكن يبقى غضروف صناعي ممكن يبقى دعابه وهنا برضو ما بيبقاش فيه غرز، الجرح بيبقى حاجة صغيرة جدا، يقدر يروح بيته في نفس يوم العملية، يقدر ينزل شغله بعد أسبوع، ده كلام آخر فيديو دكتور يوسف آه عشان الوقت عشان أطمن الناس أكتر. معايا آه كمان الغضروف الصناعي. ده برضو من التقنيات الحديثة جدا والمبشرة واللي النهاردة بقى مش بنحافظ على المريض إنه يطلع يشتغل بسرعة، ده إحنا كمان بنعمل عملية نشيل غضروف ونحط بديل يساعد الغضاريف المجاورة إنها ما تجيش بعد سنة أو اتنين وتبوظ يبقى إحنا كده بنحافظ على إن ما يرتجعش الغضروف في نفس المكان ولا, حوالي. ولا في الأماكن اللي حواليه إلا حوالي. وكمان المريض ده بقى بيقدر يلف رقبته شمال ويمين ويحرك رقبته بل النهاردة إحنا بنعمل إيه بقى كمان م. كسور الفقرات العنقية الثانية اللي هي من أصعب الكسور الفقره الاولى والتانيه دول من اصعب كسور العظام اللي في الجسم كله ومن اكثر النقاط الحيويه في تخصصنا أوه. بنعمل ايه العمليه دي بندخل من فتحه صغيره جدا بالمايكروسكوب نثبت الفقره الثانيه بمسمار واحد بس مم. المريض بيطلع يلف رقبته شمال ويمين يتحرك يوطي يعمل كل حاجه وده مريض عنده كسر مم. من اصعب الكسور, الكسور اللي في الجسم انا شاكر جدا دكتور يسري الحقيقه طمنتنا والحمد لله الطب ما سابش حاجز مرضي الا وقدر يخترقه ويحقق نتائج ايجابيه بنسب عاليه واكبر دليل على كده عمليات العمود الفقري اللي شفناها اللي خلاص ما بقتش بعبع على حاجه وبقت عمليه جراحيه زيها زي غيرها انا شاكر دكتور يوسف الحميلي ان شاء الله ننتقل في فقرات ثانيه ونشوف التقدم في مجالات اخرى زي تثبيت الفقرات وخشونه الفقرات وكل مشاكل العمود الفقري دي كانت الحقيقه فقره العمود الفقري مع الدكتور أه الاستاذ دكتور يوسف الحميلي استاذ المخ والاعصاب في طب قصر العيني لسه معايا فقرات تانيه انتظروني في الاونه الاخيره ظهر مصطلح الحقن المجهري كحل سحري لعلاج تاخر الحمل وبسرعة اتجهت الغالبية العظمى لإجراء بس بعضهم فوجئ بفشل هذا الإجراء وتكرار الفشل وعدم تحقيق النتائج المرجوة ده بيدعونا الحقيقة لفتح ملف أسباب فشل الحقن المجهري عشان نتجنبها وفي نفس الوقت نحصل على النتائج الإيجابية المرجوة معايا كالمعتاد الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ امراض النساء والعقم في طب قصر العيني أهل أهل من دكتور ايمن أهل أهل الحقيقه الناس يهمها وخصوصا ان الحقد المجهري ده بيبقى امل أكيد. عند الراغبين في اتمام الحمل بالمساعده وفي نفس الوقت مكلف ما هوش حاجه رخيصه طبع. ولما بتتكرر كذا مره الحقيقة بيحصل نوع من الاحباط فاحنا عايزين النهارده نجمع كده في هذه الفقره اغلب الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي لفشل تمام الحقن المجهري تمام ولنبدا بالبويضه مثلا تمام كسبب من الاسباب يعني. تمام, تمام احنا النهارده دكتور ايمن بنتكلم عن الاسباب اللي هي لو موجوده بتؤدي الى فشل الحقن المجهري ليه؟ عشان الناس تبقى عارفاها عشان حال خاطر تبقى الحاله آه لو شايفه ان عندها سبب من دول طبعا بالتشاور مع الطبيب اللي هي بتتابع معاه ولقوا حل المشكله دي لسبب ده ان شاء الله باذن الله مع علاج السبب ده نسبه النجاح بتزيد. أه الحَانِ المجري هو الفكره ان احنا بنزرع بذره اللي هو الجنين في ارض اللي هو الرحم طبعا. عشان تبقى العمليه نسبه نجاحها عاليه يبقى البذره لازم تكون كويسه والارض لازم تكون كويس. كويسه. البذره اللي هي الجنين دي بويضه وحيوان منوي، طب انا هدور على اساس البذره اللي هي البويضه والحيوان المنوي. هدور عليهم ازاي؟ هدور عليهم على جوده البويضه. جوده البويضه بتتاثر بسن بتتاثر بسن بتتاثر تأثر ملحوظ بعد سن ال 35 وبعد سن الاربعين بتقل أكتر وأكتر. أيوة طيب إحنا بنقول الكلام ده هنعمل إيه في السن يعني؟ إحنا مش أكيد مش هنقلل السن بس بنقول الكلام ده عشان نوعي نوعي الناس إن خلي بالكم لو أنتوا في مشكلة تأخر حمل ياريت إن إحنا ناخد خطوات إيجابية أسرع ما نقعدش نضيع في الوقت لحد ما السن يتأخر صح. و جودة البيضة تقل وبالتالي نسبة نجاح الحمل ولو بدأنا القصة ب... والسن كبير ده من باب أولى بقى أن الخطوات تبقى سريعة بالظبط ده رقم واحد رقم اثنين هو البيضة إيه اللي بيكبرها؟ اللي بيكبر البيضة هي الهرمونات هرمونات الاف اس اتش والال اتش هرمونات الغده الدرقيه وهرمون البرولاكتين يعني كذا هرمون داخلين في تكوين البويضه لو في لخبطه في الهرمونات بتبقى جوده البويضه ضعيفه عامله زي الست البيت اللي بتطبخ طبخه بس المعايير والمقادير اللي بتستخدمها مش مظبوطه ففي الاخر الطبخه بتطلع اي كلام برضه نفس الكلام البويضه لو كانت الهرمونات بتاعه السيده دي مش مظبوطه اصلا قبل اجراء الحقن المجهري البويضات بتبقى جودتها غير طبع غير جيده صح. رقم ثلاثة ضعف مخزون المبيض وللاسف ده بقينا نشوفه كتير واحنا في الـ في الـ 2019 ان في سيدات عندهم حاجه و30 سنه بل وحاجه و20 سنه وكمان نلاقي المخزون بتاعهم او ثروتهم من البويضات قليله. طبعا لما تكون عدد البويضات قليله برده بتبقى عدد البويضات الحلوه قليله يبقى نسبه النجاح قليلة طبعا م. فدول الثلاث اسباب الاساسيه اللي هم في البويضه، السن ده عامل مهم جدا، عدم انتظام او لخبط هرمونات بالبلدي رقم اثنين رقم ثلاثة ضعف مخزون المبيض. أنا عندي صور يا دكتور هشام برضو بتبين عشان نقدر تمام. نلاحظ الفرق بين البويضة الطبيعية. اللي إحنا شايفينها الحاجة المتجانسة الدائرية الجميلة دي دي بويضة طبيعية واحدة سنها كويس صغير آه الهرمونات بتاعتها سليمة ما عملتش الحان المجهري إلا لما اطمنا إن الهرمونات بتاعتها سليمة وطلعت البويضة دي. لكن في واحدة تانية لما يكون الهرمونات بتاعتها متلخبطة آه فهنشوف منظر البويضة مش طبيعية اللي هي بقى غير طبيعية آه نشوفها آه آه وهنلاحظ الفرق آه ما بينهم ده طبعا فرق كبير جدا دي آه البويضة اللي انا بسميها كده بالبرد بويضة ممششة <applause> آه طبعا لما يكون البويضة جودتها مش كويسه اكيد اكيد النتيجه نسبه آه النجاح قليله النتيجه مش هتبقى كويسه بالظبط نفس الشيء برضو ممكن نلاحظه في الحيوان المنوي في الحيوان المنوي بس آه الحيوان المنوي التعامل معاه اسهل مع البويضه البويضه دي ملكه محتاجه تعامل خاص اه ونادره اه طبعا ومحتاجه مش تحضير جيد المنوي يعني الحيوان المنوي بالملايين يعني بالظبط الحيوانات المنويه لا هو ما بي بتبقاش فيه المشكله الكبيره لان زي ما حضرتك قلت الاعداد الاغلب بتبقى الاعداد كتيره لكن احنا لما نيجي نختار الحيوان المنوي بنقول ان الحيوان المنوي بنختار على اساس شكله سليم ومش مهم يكون كله سليم والحيوان المنوي عباره عن راس ورقبه وديل ما بنحتاجش في الحان المجاري ان يكون كله سليم محتاج الراس بس هي اللي تكون سليم طيب وده موجود اه موجود وموجود منه كتير مفيش مشكله لكن المشكله ان لو كانت النواه بتاعه راس الحيوان المنوي هي اللي مش سليمه وده سبب مهم جدا وسبب ابتدى يبقى سبب يدخل بقوه من اسباب فشل الحان المجهري اللي هي نواه راس الحيوان المنوي حاجه اسمها دي ان ايه وتكسيره اللي جوه النواه المفروض ان النواه دي عقل الخليه الحيوان المنوي النواه بتاعته بتبقى في الراس طب واحنا بنعمل الحان الميكاري بنشوف الحيوان المنوي اه بنشوفه بس من بره منعرفش النواه بتاعته من جوه اخبارها ايه لو النواه بتاعته متكسره طبعا 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 الجن... الحيوان المنوي يخص بالبويضه بس طبعا 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 الجنين, مش هنقسم داخل الرحم لان النواه بتاعه الحيوان المنوي اللي هو اساس البذره ما كانش سليم برضو معانا صور دكتور هشام لو تحب آه مع بعض شوفها. كده إحنا عندنا الحيوان المنوي الراس ورقه بوديل الراس اللي هي الحاجه البيضاويه اللي احنا شايفينها قدامنا في حاجه كده دائريه بيضاويه على شمال الصوره وفي حاجه نواه اللي هي لونها اورنج كده مختلف اه برتقاني كده ده اللي هو النواه النواه بتاعه الخليه النواه بتاعه الحيوان المنوي بتبقى النواه المفروض تبقى قطعه واحده زي ما احنا شايفين ما تبقاش متكسره ما متكسره فلما نيجي نعمل الحان المكاري لازم نتاكد ان النواه بتاعت الحيوان المنوي تكون سليمه لعنى. لو متكسره يبقى ساعتها الحامل المنكاري هيفشل حتى لو حصل حمل الحمل مش هيكمل أي. وده شيء هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه ازاي التعامل مع الحيوان المنوي لما تكون النواه بتاعته متكسره تمام. تمام طيب هل بقى ممكن يبقى في مشكله في الجنين نفسه في الجنين. اللي بيتكون بعد الاخصاب؟ تمام احنا آه. اخترنا بويضه كويسه اه جودتها كويسه واطمنا على ان الهرمونات كويسه والمخزون بتاع الحاله كويس يبقى في الاخر افرز الموقف ده ان واحده سنها كويس هرموناتها كويسه مخزون المي كويس افرز بويضه كويسه المنوي كويس اكدنا منه شكلا ومضمونا ان هو بتاعته سليم ده يضمن ان الجنين يكون سليم للاسف لا مم. انا بتكلم عن حاجه اسمها ايه حاجه اسمها الماده الوراثيه للجنين انا ما بتكلمش عن الشكل الخارجي للجنين مم. لما يكون عندي بويضه جودتها كويسه وحمنا منوي جودته كويسه ده هيعمل جنين كويس شكلا مم. وليس موضوعا وليس الموضوع عشان كده احنا بنقول لما بنيجي نعمل الحان المنكاري وبنشوف الاجنه وبنقيمها ونقول قسمات الجنين كويس ودرجه اولى وبيوصل اليوم الخامس يعني ده جنين ممتاز لكن هل الماده الوراثيه بتاعته الكروموسومات بتاعته سليمه ولا لا لو كانت الكروموزومات غير سليمه للاسف رغم ان الاجنه شكلا كويسه لكنها مش هتثبت في الرحم واحد اهم الاسباب فشل الحان المنكاري هو ان الماده الوراثيه للجنين هي اللي مش سليم <applause> ودول التلات اسباب اللي في البذره اللي في الجنين او البويضه اللي كونت الجنين او الحيوان المنوي اللي كون الجنين البويضه جودتها مش كويسه عشان السن كبير او المخزون المبيض قليل او في لخبطه في الهرمونات ده البويضه الحيوان المنوي النواه بتاعته متكسره لكن الجنين السبب الثالث الجنين كويس وكل حاجه بس شكليا لكن الماده الرسيه بتاعته مش مظبوط طيب الارض بقى الارض الارض الرحم اللي هنزرع فيها هذا الجنين اللي هي الرحم بالظبط الارض دي احنا بنقصد بيها بطانه الرحم اللي جوه الرحم دي للجنين اللي هو هيزرع فيها نفسه الارض دي لازم تكون في منطقه سليمه يعني ايه يعني ما يبقاش الارض دي في منحدرات وارتفاعات وانخفاضات مش بتثبت فيها البذره كويس اللي انا بتكلم عليه حاجه اسمها زائده لحميه جوه الرحم او اورام ليفيه موجوده جوه الرحم كان الجنين قاعد جوه اوضه بس مش مستقره يا دكتور ايمن في حاجه داخله عليه من الحيطه او نازله عليه من السقف مش عارف ينقسم ويثبت ويكمل رحلته جوه الرحم فعشان كده بنقول لو جوه الرحم حاجه اسمها زوائد لحميه او التصاقات او اورام ليفيه طبعا هتؤدي الى فشل عمليه الحقن المجهري وده بنعرفه ان احنا بنعمل قبل الحقن المجهري اجراء بسيط جدا جدا اسمه منظار رحمي مم. عدسه صغيره كده من خلال عنق الرحم بنخش جوه الرحم نشوف تجويف الرحم سليم ولا لا ده فيما يخص الرحم مم. المنطقه لكن التربه دي حاجه تانية الارض لا مستوية كل حاجه بس التربه اللي بتتحط فيها البذره دي غير صالحه ان احنا نحط فيها البذره ديت غير صالحه ليه يا اما سميكه جدا يا اما رفيع جدا يا اما السمك بتاعها طبيعي لكن مكوناتها مم. السماد اللي بيتحط فيها مش طبيعي مم. هو مين السماد ده الهرمونات عند حضرتك فكره ان في هرمون طبعا حضرتك عارف اسمه بروجستيرون الهرمون ده لازم يطلع في وقت معين وبنسبه معينه عشان ده اللي بيجهز الارض ده السماد اللي بيتحط السماد الرباني اللي رباني مش احنا بنحطه مم. السماد اللي بيتحط في الارض اللي هي بطنط الرحم الطبيعي اللي جوه الرحم عشان تستقبل البذره كويس لو السمادة قليل او كتير عمر ما بتكون بطنط الرحم اللي جوه الرحم سليمه. انا بعرف الكلام ده وانا بعمل حالي مجاري اه انا بقيس الهرمون ده واحدد الهرمون ده مستواه قد ايه اي وينفع ان انا ازرع الاجنه في الشهر ده ولا لا بناء على التحليل الوقت, آه 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 الوقت المناسب. طبعا طبعا ونختار الوقت المناسب. طيب نيجي بقى للانابيب. تمام. على اساس ان هي ممكن تكون سبب في ان ما يحصلش الحمل من الاصل الناس يعني الناس هتقول احنا بنعمل الحان المكاري ايه علاقه آه الانابيب؟ آه المشكله ان الانابيب احد اهم الاسباب اللي بتؤدي الى فشل الحقن المكاري مع ان يتبادر و... للذهن انه إن لها علاقة, 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 بالحمل علاقه بالحمل الطبيعي بالظبط كده ليه علاقه بالحمل الطبيعي لكن ملوش علاقه بالحان المكاري آه هو فعلا مالوش علاقه بالحان المكاري لما نيجي نعمله لكن لكن لو في مشكله في الانابيب هعمل الحان المجهري اه بس هيفشل ازاي لما يكون فيها التهاب اه الانبوبه فيها التهاب والتهاب ادى الى ارتشاح الانبوبه جالها دور برد مش اقصد الانبوبه يعني اقصد اقول ميكروب وصل لها وعمل فيها التهاب دور البرد لما بيجي البني ادم الطبيعي بيزكم ويرشح آه وبيض... آه الافرازات بتخرج على الشارع طب الانبوبه الرشح بتاعها مش هيخرج على الشارع هيتحوش في الانبوبه وهينفخها ويعمل فيها سائل انا عندي وس... صوره الحقيقه تبين اه بالظبط هنشوف صوره مع بعض اه اللي, اللي حضرتك بتقوله بالظبط هي الانبوبه اهي بالظبط راح في تمام واللي على شمال الصوره شايفين في حاجه منتفخه كده ومحمره دي الانبوبه اللي مم. ملتهبه اللي على يمين الصوره دي انبوبه سليمه انبوبه طبيعيه آآ للاسف الحاله دي نقول الحاله اللي عندها مشكله زي كده عملت الحان المجهري وما اتخذش بالحسبان ان لو في مشكله في الانابيب المشكله دي هتؤدي مم. لفشل فشل حاد المجهري ليه يا دكتور ايمن عشان السائل الموجود في الانابيب دي السائل ده هيخش جوه الرحم هيموت اي جنين السائل ده بيمنع اي حمل سواء حمل عادي او حمل بالحقن المكاري فعشان كده مهم جدا ان احنا لازم قبل الحقن المكاري وده للاسف بيتنسي في حالات كتير مهم جدا ان احنا نطمن على حاله الانابيب أه. بتنسي ليه لاني مش في بالنا ان احنا ليه, ليه لأني احنا البويضه والحيوان المنوي والرحم مش في حمل طبيعي <تصفيق> <تصفيق> تمام لكن لا في الحالة ما لازم ناخد بالنا من الانابيب الانابيب دي لو السائل ده موجود فعلا السائل ده هيخش جوه الرحم وهيموت اي جنين تمام. وساعتها بنلجا لما بنلاقي السائل ده ان احنا نقفل الانبوبه عشان السائل ده ما يخش جوه الرحم وما يؤذيش الزرعه بتاعتنا بالزبط اللي اتحطت في الرحم اخر تمام. حاجه الحقيقه عايز اسال حضرتك عليها المناعه دور المناعه في فشل الحقن المجهري تمام. وحاجه بنسميها التجلط او حدوث التجلط تمام أنا عشان تكون العملية كويسة، نسبة نجاحها كويسة، عاوز بذرة كويسة، اتفقنا هو الجنين والبوردة والحيوان المنوي، عاوز رحم كويس أرض كويس وعاوز أرض كويسة. طيب إحنا شفنا الأرض وعرفنا سمك بطانة الرحم وعرفنا الهرمون اللي بيغذيها وعرفنا كل حاجة، بس أتاري كمية الدم اللي وصل للرحم قليلة، أتاري إن المية اللي بروي بيها البذرة دي قليلة، الدم قليل ليه؟ لإن الحالة دي أو السايلة دي عندها مشكلة في التجلط م. عندها قابلية التجلط عالية ثرومبوفيليا م. يعني كمية الدم اللي ماشية كمية الدم اللي سايلة كمية الدم اللي بتمشي بسيولة أو بسهولة قليلة يبقى كمية الدم اللي بتوصل للرحم بتكون قليلة الحالات دول لما بنيجي نزرع البذرة لما بنيجي بنعمل زرع الأجنة مفيش الكم الكافي من الدم اللي بيوصل للبذرة دي وساعتها الجنين بيموت م. هل الحالة دي عرفنا عندها التجلط سليم ولا لأ؟ لو معرفناش وكان عندها تجلط عالي هيكون ده سبب لفشل الحان الميكاري بنعرف ازاي بتحاليل قبل ما نعمل الحان الميكاري مش بس تحاليل التجلط لان انا عاوز اتكلم عن تحاليل المناعه الجنين في الحان الميكاري بيتكون بره الجسم للزرع في الرحم الجهاز المناعي بتاع الجسم ممكن يعتبره جدا كانه ميكروب او جسم غريب يطرده يبعت حاجه اسمها انتي بودز يعني اجسام مضاده بانواع مختلفه او يبعت حاجه اسمها نيتشرال كيلر سيلز يعني نيتشرال يعني طبيعي كيلر يعني قاتله الخلايا اللي موجوده في الجهاز المناعي اللي بتقتل اي ميكروب جاي من بره. أوه. بس للاسف في الحاله دي الجسم الغريب هو مش ميكروب، الجسم الغريب هو جنين، أوه. بس الجهاز المناعي تعامل معه كانه ميكروب، وبعت الخلايا الاكوله دي عشان تاكل الجنين، وباظت العمليه، رغم ان الجنين كويس والارض كويسه، بس اتاري ان في اجسام مضاده وخلايا اكوله بتاكل الجنين ده. وبيكون سبب لفشل وده بنقدر نعرفه طبعا بتحاليل وده برضه زي التجلط بنقدر نعرفه بالتحاليل وده شيء اساسي يجي في اخر ال الاساسيات اللي بتؤدي الى فشل الحقن المجاري لازم نطمن عليها بعد البذره وبعد الارض تمام احنا كده غطينا طمع. ست اسباب بالظبط كده اخذوا كل اطراف عمليه الحقن المجاري الحقيقه طمع. وما سبناش ولا سبب تمام. وكده نقدر الناس تفهم ليه بيحصل فشل وازاي نتجنبه شاكر جدا يا دكتور هشام زي كل مرة المعلومات وافيه ومشروحه ببساطه والحقيقه كلنا بنستفيد لما بنسمع حضرتك لله الحقيقه اختيار الطبيب المعالج الذي يتمتع بالثقه والسمعه الطيبه واتباع تعليماته وارشاداته وتنفيذها بالحرف الواحد هو الطريق المختصر والمفيد لنجاح عمليات الحقن المجهري مع الاخذ في الاعتبار صحه التشخيص لان مش كل الحالات تاخر الحول تستوجب الخضوع للحقن المجهري دي كانت اخر فقره في حلقه النهارده ارجو تكونوا استفدتوا من كل فقراتنا وان شاء الله ربنا يحقق الامل لكل اللي عنده امل في صحه جيده وفي حمل وفي غيره واشوفكم دايما بالف عافيه